جديدة لكم المشاهدين أكيد من برنامجكم ملف الناس. رح نكون معكم اليوم بحلقة جديدة وملف جديد. كنا وعديكم بنهاية الحلقة الماضية الأسبوع الماضي أنه رح نكون اليوم عن مجلس مدينة اللاذقية والمشاريع اللي ممكن أنه يقدمها أو يقوم فيها خلال السنة القادمة وهي عام 2019، ونحن بعد ما شفنا نشط خلال الفترة الماضية بعد استلام رئيس مجلس المدينة الجديد دكتور فواز حكيم، رح اليوم كان في موضوع بالشارع أهم اليوم من موضوع مجلس مدينة اللاذقية. اليوم كثير الناس عم تتداول موضوع الكهرباء، التقنين اللي صار فجأة محافظة اللاذقية، بالإضافة إلى أنه اليوم كثرة ساعات التقنين واليوم تفاوت ما بين حارة وأخرى، بالإضافة إلى أنه في كثير ناس اشتكت أنه ممكن يكون ضمن ساعات التقنين في تقنين. هذا الوضع استمر لفترة طويلة شوي، من 10 أيام لهلأ كان في شوية تحسن. نحن جلنا بشوارع مدينة اللاذقية وكان في إلنا آراء مع بعض الناس بالنسبة لوضع الكهرباء بحاراتهم. أخذنا شريحة لا بأس بها من الناس اللي حكت، في ناس قالت سيء جدا، في ناس قالت جيد، في ناس قالت لا بأس به، يعني اليوم ممكن بسبب الظروف اللي عم نمرق فيها. اليوم كشركة عامة للكهرباء أكيد في تبريرات موجودة من قبل مديري الكهرباء في اللاذقية بالنسبة لهذا الموضوع، ليش التقنين بلش هلأ؟ يعني نحن وقت شفنا كان في عاصفة، والعاصفة القوية اللي مرقت خلال الفترة الماضية ما كان فيها التقنين الشديد مثل هاي الفترة، بالإضافة إلى أنه ورشات الكهرباء اللي عم نشوفها موجودة بالشارع كمان عم تقوم بعملها. اليوم في أمور كتيرة نحكى بالنسبة لموضوع الكهرباء، وبالأخير نحن لازم نسمع التبرير من الجهة المعنية عن هذا الموضوع. لازم نسمع اليوم ما سبب هذا التقنين المفاجئ اللي كان على محافظة اللاذقية، إلى متى سيستمر؟ هل حكي النت اليوم موجود حسب وسائل التواصل الاجتماعي، هل هو فعلا لخمسة 12 فقط، أم أنه اليوم بعد خمسة 12 رح يكون في شيء جديد؟ كمان اليوم رح نسمعه من خلال المسؤولين، من خلال ضيفي رح يكون معي اليوم بالحلقة الأستاذ نزيه معروف مدير عام شركة كهرباء اللاذقية. أهلا وسهلا فيك. أهلا بكم يا هلا. أهلا وسهلا فيك أستاذ نزيه. بداية بدنا نحكي، نحن أكيد كل الناس عم تتابع لقاءات وزير الكهرباء بالنسبة لواقع الكهرباء اللي موجود لسوريا بشكل عام، اللي هو تأثرت فيه محافظة اللاذقية بشيء من هذا الواقع. بدنا نحكي تفاصيل أكثر نسمعها من حضرتك، ليش واقع الكهرباء هاي الفترة عم يكون من هيك؟ تفضل. طبعا نحن بالبداية مثل ما ذكر السيد الوزير في إحدى المقابلات أنه نحن عنا صيانة لمحطات التوليد. نعم. هالصيانة ضرورية جدا، لازم يعني الأخ المواطن يفهم أنه هالصيانة ضرورية، هي اللي بتساعد على استمرار الكهرباء. ليش؟ نحن مجموعات توليد موزعة تقريبا بكامل المحافظات السورية. المجموعات التوليد كمان يعني من حرص وزارة الكهرباء وعلى رأس السيد الوزير أنه الصيف يكون جيد بالنسبة للمواطنين، خاصة بالحرارة المرتفعة يعني. فلذلك اشتغلت المجموعات التوليد بشكل مستمر على مدار الصيف، وبالتالي لما بتشتغل المجموعات التوليد لفترة طويلة، نعم، طبعا بينخفض المردود. نعم. يعني هي لازم يعني اشتغلت بكامل طاقتها، هي مفروض مثلا محطة التوليد فيها أربع مجموعات، نعم، يفترض أنه مجموعتين مثلا يرتاحوا مجموعتين يشتغلوا. نعم. مشان تأمين الكهرباء بشكل كامل على القطر تم تشغيل المحطات التوليد دفعة واحدة. نعم. وبالتالي نحن ما بقى عندنا هالمجموعات الاحتياطية اللي ممكن تساعد مثلا في حال صار عندنا أي مشكلة. استمراريتها مثل ما حكينا، استمراريتها أدى لانخفاض المردود بنسبة كبيرة، يعني 40%. طبعا حتى نعود نحن هال40% لازم نعمل صيانة لهالمجموعات في سبيل انه ترجع ترتفع الطاقة، ترتفع الطاقة. ونحكى يعني هو يعني ما بعرف المواطن اذا انتبه انه في عنا صيانة لمجموعات توليد في سوريا حتى الشهر ال 11، يعني شهر 12 نحكى انه 5/12 رح يكون نهاية تقريبا الصيانة. يعني تقريبا بشهر 12 فالصيانات تقريبا انتهت بنسبة كبيرة. ولاحظنا نحن انه من 10 ايام لهجية صار في عندنا تقنين ثابت هو 4/2. احيانا ممكن يجينا طاقة زيادة حتى الساعتين بتروح، بيصير عندنا 5 ساعات بساعة واحدة. طبعا نحن بتجينا كمية من الطاقة، هالكمية هي بتكفي المحافظة مثلا 4 ساعات او 5 ساعات او 6 ساعات. نحن بناء على هالكمية نحن بنعمل برنامج، نحن عندنا برنامجين مجهزينه، برنامج 4 ساعات وصل و2 فصل، هذا في 3 مجموعات. نعم. بما فيها المدينة والريف. نعم.
وعندنا البرنامج الثاني لما بتكون الوضع يعني سيء والطاقة ضعيفة بنعمل ثلاثة بثلاثة، ثلاثة وصل وثلاثة فصل. بهالحالة هي شو بيصير عنا؟ بيصير عنا برنامج مجموعتين فقط. نعم. يعني الريف مثلا والمدينة. نعم. فنحن البرنامج هذا منطبقه حسب الحالة. نعم. طبعا المواطن عم يشتكي من الفترة اللي مضت من قبل هالعشرة أيام. فعلا كان كمية الطاقة كانت قليلة، قلنا بسبب فصل مجموعات التوليد وبعض خطوط النقل التوتر العالي للصيانة. نعم. هذا يعني السبب الرئيسي. نعم، يعني كان في ناس كتير تشتكي انه ضمن التقنين في تقنين. فنحن شو يجينا احيانا مثلا اثناء ثلاث ساعات اللي كنا عم نوصل فيها الكهرباء، نعم، يصير حالة طارئة تفصل مجموعة طارئة، يعني زيادة عن المجموعات اللي كانت مفصولة من الخدمة. فشو بيصير بها الحالة؟ بتقف الطاقة، فبها الحالة لازم نحن ننزل من الكمية. وبالتالي إذا بدنا ننزل من الكمية بدنا ناخذ نحن كمان نص ساعة من ثلاث ساعات أو ثلاث أرباع الساعة. تماما هيك كان يصير، لأنه هذا الموضوع ضروري. إذا اسحبنا طاقة زيادة عن المستوى، نعم، بيؤدي هذا لفصل عام بالشبكة السورية كلها، وهذا موضوع غير مقبول نهائيا. لذلك المواطن إذا تحمل نص ساعة أو ثلاثة أربع ساعة في سبيل أنه الشبكة السورية تضل مثل ما هي. نعم، يعني أنتم اليوم كنتم مقيدين بكمية محددة وتوزيع ضمن جدول معين، سواء تماماً. أربعة باثنين أو خمسة تماماً. بواحد. هلا التوزيع بيصير مثلا من المؤسسة العامة. طبعا التوزيع بيصير حسب المناطق. حسب المناطق وحسب المحافظات. والناس كانت المواطنين كانوا يقولوا والله أنه مثلا ما في غير باللاطية والله تقنين. أنا بأكد لهم أنه المحافظات السورية بالكامل كان فيها تقنين، وبالعكس في محافظات يمكن كان لسه فيها تقنين أكثر. يعني نحن كنا أخذين كمية مناسبة فعلا، يعني توزيع الكميات بالمحافظات ما بيصير فيها ظلم نهائيا. طيب حلو هذا الحكي. نحن عم نحكي عن المشكلة العامة اليوم اللي كان عم يعاني منها القطر بشكل عام، وتخصصت محافظة اللاذقية بنوع من المعاناة بالنسبة لهي المشكلة، وإن شاء الله هي رح تنحل. اليوم في كتير ناس حسب وسائل التواصل الاجتماعي بيقولوا بعد 5/12 رح ينتهي التقنين، في شيء مؤكد من هذا الكلام ولا فقط كلام نت؟ هلا أنا بالنسبة لي يعني أنا ما بعرف شو الوضع بالنسبة لمجموعات التوليد، فما فيني أنا يعني أعطي رأيي بهالموضوع. بس أنا برأيي الشخصي يعني إنه التقنين مستمر بهالوضع هذا 4/2، يعني حتى اشعار اخر، لانه كمان بدنا ناخذ نحن احتمالات. نحن البرد ما يعني ماشد. لحد الان الجو يعني مناسب تقريبا شبه معتدل، صح، فاذا اجى برد مفاجئ اكيد رح تزيد الاحمال يعني، وبالتالي نحن هالاستطاعة عندنا يعني لازم نحتاج قد مره ونص حتى نعوض، صحيح، الكميه يعني بحسب كميه الحراره حسب درجه الحراره. لذلك احنا ما فينا نجزم انه ما في تقنين مشان ما نوعد المواطن ونكذب عليه يعني. طيب حلو هذا الحكي. إذا رجعت المولدات للعمل ورجعت الكمية التغذية لمحافظة اللاذقية كما كانت قبل عملية إعادة التأهيل، رح يكون في تقنين مثل وقت كان في عطل بالمولدات ولا لا؟ رح نرجع 4/2 مثل ما حكيت، وأنتم ممكن تكونوا الذروة باللقاء الماضي. هلا في عنا مشكلة تانية بتصور المواطن، يمكن أنا حكيتها بأكثر من لقاء. نعم. هي عم يسهل المواطن. محافظة اللاذقية عم تتغذى بخط واحد فقط 230. نحن كان عندنا خطين، خط من إدلب محطة زيزون، نعم، محطة توليد زيزون، وخط من بانياس، نعم. فكمان نحن لما يعني الخط مثلا بيتحمل تقريبا 600 ميجا، نعم، الخط الواحد. نحن أحيانا كانت محافظة اللاذقية أحيانا يوصل استهلاكها ل 750 ميجا، فنحن كنا ناخذ من الخطين، نعم. هلا ما ننسى أنه في خط واحد في حال اشتد البرد، يعني زادت انخفضت درجات الحرارة وأدى هالشي لاستهلاك كبير من الطاقة، ما بنعرف إذا الخط ممكن يحمل هالطاقة كلها ولا لا. يعني ممكن تزيد ساعات التقنين بس حسب اليوم الاستجرار. ممكن بس هو يعني بشكل عام ما رح يكون سيء، رح يكون أفضل من قبل. صحيح. من أي شتوي ماضي ومن أي فصل، يعني 4/2 تقريبا ثابتة هلا. نعم. أي تحسن أو زيادة في الطاقة رح نستفيد منها الكل، ورح ترجع تتوزع وممكن تخف ساعات التقنين. إن شاء الله. طيب هلا نحن رح نحكي عن مشكله كثير الناس عم تحكي فيها، انه الاحياء، انه في حي عم تنقطع فيه مزبوط مثل ما عم تحكي حضرتك بشكل نظامي، وفي احياء انه لا عم تنقطع فيها اكثر من الحي اللي جنبه. هي حسب راي الناس بالشارع. هلا نحن بدايه رح ننتقل للريف نشوف شو راي الناس كان بالريف مع زميلتنا هلا محفوظ، وبنرجع نكفي حديثنا لنشوف المدينه بعدين مع ديما عبد الكريم. بنتابع مع هلا لو سمحتوا هذا التقرير.
احكي لنا عن وضع الكهرباء هون بالضيعة عندكم. الضيعة مثل ما بتعرفي منطقة كرسانة، ولكن الكهرباء سيئة جدا، يعني انقطاع مستمر ساعتين أربع ساعات حسب، ما في توقيت محدد. يعني هاي الضيعة اسمها كرسانة، وضع الكهرباء فيك تقولي سيء جدا كمان، يعني قطع 3x3 وأحيانا 4 في كرسانة، سيء جدا، أسوأ من هيك وضع كهرباء ما في. تنقطع بحدود 12 ساعة باليوم، باليوم شي 12 ساعة، وحتى بيقطعوها من 4 ل 6 وبيقطعوها ب 9:30، الله عليم من الجيل 12 كمان 12:30، والصبح مقطوب تنقطع وانتم ماشي على هالمنوال بشكل دائم. ضيعة كرسانة الكهرباء مزرعة خالص، يعني بتجي ساعتين بتنقطع 5 و4 وكل ساعة شكل، يعني مثلا اليوم انقطعت 4 بقدر تنقطع 2:30، بعدين 4 بعدين 3، يعني كل ساعة شكل. يعني نحن بقرية الشبطلية عم نعاني من انقطاعات متكررة للكهرباء بدون مبرر، علما ان نحن لسنا في منطقة غابات او منطقة، فانا عم اتأثر سلبا على اجهزتنا الكهربائية على الكمبيوترات. فضمن التقنين نحن ما عندنا مشكلة بالتقنين، بس اما ما نشوف خارج التقنين عم تكون انقطاعات كثير الى تأثير سلبي. نحن هون قرية الشبطلية الكهرباء هالفترة الأخيرة كتير عم تنقطع، يعني ضمن التقنين، يعني ضمن فترة اللي عم تكون إنه لازم تجي الكهرباء عم تنقطع فيها. قرية الشبطلية كهرباء بتنقطع ساعتين من الساعة 10 للساعة 12، وأثناء التقنين أحيانا بتنقطع ربع ساعة وثلث ساعة وبعدها بتجي تنقطع، يعني من 12 للتنتين ومن 4 للستة، وأثناء القطاع الكهرباء كمان أسماء جيد لما بتجي الكهرباء كمان بتنقطع، يعني ما عم نشوفها طاول طاول طاول. هذا الواقع اللي كنا عم نحكي عنه مثل ما حكوا الناس فعلا بهذا الاستطلاع اللي أعدته لنا مشكورة زميلي هلا محفوظ، اللي توجهت لهي المناطق بكرسانة والشبطلية اللي هي اليوم بتنم عن مجموعة كاملة من القرى اللي فيها نفس الوضع. بس نحن اليوم واجبنا كأعلام وكبرنامج ملف الناس أنه فعلا نوضح الصورة الحقيقية لهي المعاناة من خلال المسؤولين والمعنيين بهالقصة مع الأستاذ نزيه معروف. أكيد ومشكور لتلبيتك دعوتنا اليوم أستاذ نزيه. لنرجع ننوه أنه أستاذ نزيه الكلام اللي كانوا عم يحكوا أنه هذا بأكد كلامك اللي شرحته أنتم من أول الحلقة، بس برجع وبقول أنه في أحياء زيادة عن أحياء، يعني ممكن يكون في استجرار زائد للكهرباء، ممكن يكون في شبكات اليوم وخاصة بالريف ممكن تكون الشبكات هي ما بتحمل، أو الهواء ممكن يأثر أو المطر ما بعرف. تفضل. صح. هلا مثل ما لاحظنا رأي المواطنين الأخوة المواطنين، هلا المواطن دائما على حق، مواطن همه أنه الكهرباء تكون عنده مستمرة. صحيح. ما مشكلته إذا انقطعت ولا لا، هي مشكلتنا نحن. بس يعني أحيانا في ظروف بتكون أقوى من الواقع يعني. صحيح. بالنسبة للريف، نحن ريفنا الساحلي يعني بتميز بالأشجار والغابات والبساتين، يعني البساتين والمزارع الخاصة، أملاك الخاصة. نحن بالنسبة للأملاك الخاصة ما لنا حرية التصرف بالشجر مثلا. صحيح. المواطن ما بيوافق أنه مثلا نقلم شجر أو نقص شجر في سبيل أنه مثلا نخلص هالشبكة الهوائية من الأشجار، لأنه بالحالة في بالماء لما بيصير مطر أو عواصف وخاصة بالريح القوية، يعني هالشبكات المتشابكة مع الأشجار إجباري بدها تفصل الكهرباء، لأنه بتعرف هي كهربائيا يعني بيصير نوع من الأرض تأريض يعني فنيا. صحيح. موضوع مثل كأنه صار في عنا قصر بين الأرض وبين الشبكة. فهذا الموضوع بيصير بهالحالات هي. هلا السنة مثلا هو يذكر هي انه بهالعشر ايام المضت مثلا، نعم. يعني عم يأكدوا الكلام انه فعلا كان 3x3، ومثل ما حكينا ضمن الثلاثة كان في وضع سيء. بس احيانا المواطن هو قاعد ببيته لما بتنقطع عنده مثلا ساعة ساعتين
فانزعاجه من الانقطاع بفكر انه كل النهار ما اجت عنده الكهرباء. وكثير بتجينا الشكاوي نحن انه والله اليوم ما شفنا الكهرباء. بعد ما بنروح نتاكد بيكون هالحكي ما له دقيق للاسف، يعني بيكون انه فعلا في ساعات زياده. هي ناحيه. ناحيه ثانيه لما نحن بنعمل ساعات التقنين بالمناطق، هلا مثلا عندي انا فرضا وليكن مشروع العاشر، لكن بدي على فكره كتبتكم بدي اسكت بس لا انا عم بعطي مثال. المشروع العاشر فيه خطين تمام، بغذي خطين متوسط 20 كيلو فولت. مثلا عندك القطاع الجنبه مثلا اراضي ولتكن دمسرخو او الازهري، بياخذوا من محطه ثانيه. فاحيانا بيصير عندنا هذا الموضوع، وهذا كثير عم يتعبنا بصراحه، اسمه التبادليات. كيف يعني؟ يعني انا على الحد ساكن على الحد بين هالشارع وهالشارع او هالمنطقه وهالمنطقه، في هالحاله شو عم يصير؟ عم ياخذوا من بعضهم طبعا كمان بطريقه غير شرعيه. فبيبين عندك الطرفين انه الكهرباء ما عم تنقطع فيهم، لانه انا بساعات التقنين اللي عم قنن عنها الحي الثاني عم يكون عكسه، عم تكون جاي عندهم. فشو المواطنين، بعض المواطنين عم ياخذوا من بعضهم. يعني طبعا بجوز يتساءل المواطن انه طيب هذا محل انه فصلوا عنه الكهرباء كلهم. طيب لو فصلت، طب ما فصلت من الشوارع بالاخير اجباري في منطقه حدوديه، صحيح، يعني بين شارع وثاني او بين منطقه وثانيه. يعني صعب انه يتخلص واحد من هالموضوع. خففنا منه بتوحيد بعض الاماكن اللي فيها فعلا استهلاك زياده، وصرنا نقننهم بنفس التوقيت، خف التبادليات بس بيضل اجباري، صحيح للاسف. يعني فهذا هذا بالنسبه لموضوع المدينه عم نحكي. بالنسبه للريف مثل ما حكينا الشبكات الهوائيه، طبعا نحن شو عم نشتغل هلا، موضوع طبعا بده وقت. اول شيء الكابلات الارضيه مكلفه جدا، تكلفتها عاليه جدا، بالاضافه انه نحن شو عم نساوي هلا، اي خط عم هوائي عم يصير في مشكله اذا في امكانيه وفي طريق مثلا معبده او رصيف عم نبدله مباشره بكابلات ارضيه، وصرنا مشتغلين فيها خاصة بالمدينة كميات منيحة السنة. يعني بالريف ما صعب شوي طلب ما في خطوات تنظيمية؟ هلا بصراحة ايه بالريف صعبة، بالريف صعبة، لانه اول شيء مثل ما حكينا الشبكات هناك بالاف الكيلومترات، صحيح، ويعني عملية يعني صعبة ومكلفة جدا. يعني حتى اي دولة غير قادرة على خطوات تنظيمية اليوم لحتى تكون معتمدة هي الطريق، انه فعلا يكون فيها كابلات نظامية وخلص. هلا الطريق الثابت يعني المعبد الثابت هذا معروف مثلا انه ما في تغيير عليه ضمن مخطط التنظيم، يعني في طرق معينة. هلا الطرق الفرعية ممكن، ما هي المعاناة الكبيرة على الطرق الفرعية، هو هي ما عم نعاني منها بالريف، عم نعاني منها بالمدينة اللاذقية كمان. لك طبعا هلا عندك مثلا بالدعتور، منطقة الدعتور البناء صاير كله ملاصق تماما. يعني ما يعني حتى في محلات محسننا عم نفكر انه نستبدلها بكابلات، مع عنا محل نمت فيها كابل بسبب يعني التلاصق والمخالفات. يعني حتى بعض البناء شو عاملين، يعني صاير العمود ضمن البناء، يعني كيف عاملين البرندا صايرة ضمن العمود، عم تلف العمود لف، انه شو في يعني في بعض المخالفات عن جد يعني يعني صعب حلها. لذلك يفترض تتنظم هالاحياء كلها، يعني طبعا يطلع فيه تنظيم، يعني نحن بنرتاح والمواطن بيرتاح، يكون في استجرار للكهرباء حتى لكل الخدمات. في محلات ما بنعرف اذا ثابته، هلا بجوز انا بدل الكابلات بالملايين، بجوز بعد سنه يتغير المخطط التنظيمي، هالبناء كله ينهد، بكون انا شو كبيتهم لهدول. صحيح، يعني في امور كثير حقيقه هي عم تعطلنا. طيب عن حضرتك حكيت هلا عن المناطق الحدوديه بين حاره وحاره، ممكن يكون الناس ما كثير عندها علم بهي القصه اللي شرحتها هلا حضرتك، بس اليوم في مشكله بالمشروع العاشر كثير ناس عم تحكي فيها، انه في هلا انا ما كثير بعرف التوجهات له المشروع العاشر، بس انه في منطقه بالمشروع العاشر وفي انتم تقطعوا في تبادل بالكهرباء بيناتهم، انه هن انتم قاسمينهم لقسمين للمشروع العاشر. تماما، انه في حي بالمشروع العاشر بتجي اكثر من الحي الاخر، صحيح هذا الكلام ولا في شيء له انه في استجرار من منطقه اكثر من الثانيه، الخزان ما بيحمل ما بعرف؟ لا لا، نحن بالنسبه لنا برامج التقنين يعني عم نحاول تكون عادله. بس بالذكر المشروع العاشر لو سمحت. هلا رح خص يعني بكل المناطق، في مناطق لاسباب خاصه تستثنى من التقنين. ممكن يكون فيها مشفى صراحه، يعني هي نوع من يعني مساعده للاخ المواطن. كيف اذا موجود مشفى او موجود مثلا هلا بالمشروع العاشر في جامعات، في جامعه خاصه، فممكن نحن فتره معينه مشان الطلبه ممكن نحن نغذيهم، يعني ممكن ساعات
زيادة مثلا على لعبة طابة مثلا؟ لا 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 مثلا إذا عندهم أي طابة. لا عفوا بس أنت عيد شو قلت؟ لا أنا عم بحكي أنه أنا قصدي وقت بكون في مباريات على الملعب ممكن تجيسهم؟ إيه طبعا ملاعب مثلا لما بكون في عنا مباراة دولية أو يعني بين الفرق الدولية هي لحالة كمان بتكون هي كمان بنستثناها من التقنية. يعني في محلات في مثلا مناطق فيها مباني حكومية تستثنوا كمان تحتاج الى الكهرباء بشكل متواصل مثلا من الصبح للساعه 5. يعني في امور كمان بتستثنوها هي لابد منها. يعني هي موضوع ما انه يعني كيفي بالاضافه الى المناطق الحساسه. يعني هي كمان طيب يعني بالمشروع العاشر فينا نقول بسبب وجود الجامعه اما يصير انه والله نجيب لحي مثلا انه هذا اكثر من حي هيك لمجرد انه التمييز لا هي مستحيل تصير عندي انا نهائيا. لا اصلا لما ما بقبل فيها نهائيا يعني هذا الموضوع يصير نهائيا. يعني اذا عم يصير مثل ما حكينا ممكن هالاسباب هي تكون موجوده. هي الاسباب هي بنتمنى نحن من اي حدا فعلا عم يتابعنا. يعني انا هي الشكاوي اخذتها من الناس وقت سمعوا انه حضرتك موجود معنا. بقى بنتمنى من اي حدا فعلا عم تصير معه هي المشاكل. يعني مديريه الكهرباء موجوده ومكتب الاستاذ نزيه دائما مفتوح. بالاضافه لهذا الشيء الطوارئ. طوارئ صح. شو وضع عندكم هلا استاذ نزيه؟ الطوارئ يعني ما بدي دافع عنه لانه عندي بالشركه بس الطوارئ عم يلتزموا التزام كامل ببرنامج التقنية. وانا بشكل دائم ببعث دوريات وببعث ناس تراقب الاحياء او حتى تراقب المحطات اللي عم تعطي كهرباء. هي بشكل دائم. فالالتزام كامل تماما. يعني نحن مثل ما حكينا عم تجينا كميه عم تلتزم فيها تماما ما عم نزيد عليها ولا ميجا نهائيا. لذلك يطمن المواطن من هالناحية ما أنه ما في ظلم ما في. إذا هني حدا لاحظ ملاحظة بجوز يعني كمان نحن ما فينا نقعد حراس على صحيح. على كل البيوت والأحياء. إذا أي مواطن بيحس في ظلم بهالموضوع أو بيحس فعلا في تصرف خارج النظام والقانون يشتكي فورا مباشرة يتصل معي أنا أو يجي لعندي على المكتب. طيب حلو هذا الكلام. ونحل المشكلة مباشرة بأرضين إذا كان في شيء طبعا. طيب. أنا فهمت منك هلا أنه الريف يعامل معاملة المدينة. تماما تماما. ما في أي اليوم أنه ممكن الريف نزيد زيادة ممكن كابلاته ما بتحمل أبدا. البرنامج كله زيادة يعني أي غلط بالبرنامج عفوا أي غلط بالبرنامج لو ربع ساعة يؤثر على خربط البرنامج كله. ما فينا نحن طيب هلا بدنا نحكي شوي عن مدينه جبل لو سمحت بعدين بدنا ننتقل لزميلتنا ديما عبد الكريم خلال تقرير اللي كان بمدينه اللاذقيه. مدينه جبل اليوم في بعض الاحياء فيها شبكاتها جدا قديمه وتعاني من هذا الموضوع. وكان في دراسه قبل الازمه انه يكون في تغيير لهي الشبكات الهوائيه وتكون ارضيه ومن الجبيبات الغربيه. صح. صح. في دراسه عندكم بعام 2019 اليوم لتغيير الشبكة الكهرباء بالجبيبات الغربيه؟ اي طبعا ما بس بالجبيبات في عندنا كثير مشاريع مثل ما حكيت حضرتك قبل الاحداث. يعني ايه عفوا استاذ نزيه مكفي ايه. حديثنا بس لانه معنا اتصال على الخليه ومشان ما نطول على المواطن. الو يعطيك العافيه. اهلين الله يعافيك. لا مقدري الدكتور اهلا وسهلا فيك تفضل. اول شيء صباحكم ويعطيكم الف عافيه. اهلا وسهلا فيك. نحن بنعاني كثير من انقطاع الكهرباء المتكرر. نحن على ما يبدو مبارك خارج وين حضرتك وين حضرتك؟ بكسا بكسا قرية بكسا. كيف عم تنقطع عندكم الكهرباء؟ عم تنقطع احنا ضمن التقنين طبعا بيكون نظامي واثناء عودة التيار بتنقطع ايضا بشكل متكرر. لهلا الوضع مشيان هيك عندكم؟ اي اكيد. وعندنا مشكلة نتصل على الطوارئ. احنا يمكن تابعين لجنازة مركز جنازة للطوارئ فدائما وابدا خط مشغول دائما وابدا. هذا الكلام من سنوات 117 117 بدقوا على 117 على طوارئ الكهرباء؟ لا 485 500 عم يدقوا لي على المركز. نعم. مركز جنات في مركز هذا مخصص للمنطقة هون. نعم هذا دائما وأبدا خطه مشغول. بقى ما بعرف بتمنى تشوفوا لنا حل وتلحظونا هيك باهتمام كينا. تكرم عينك. وصلت الشكوى أكيد للأستاذ نزيه معروف هو رح يتابع الموضوع. شكرا لإلك. شكرا لإلك. أكيد أنا برجع بنوي 429-200 لأي حدا بيحب يتواصل معنا ويكون في له أي استفسار أو شكوى لعند الأستاذ نزيه معروف لحتى توصل بالنسبة لموضوع الكهرباء بالنسبة لبكسا. بالنسبة لبكسا وبالنسبة لكل المناطق بالمحافظة. نعم. نفس الشكوى نحن بالنسبة لنا نحن كشركة كهرباء في تسرب من عنا يعني بالوفاة بالتسريح بالأحداث إلى آخره أكثر من 400 عامل. فنحن عم نشتغل ضمن إمكانيات حقيقة صعبة جدا. نعم. أنا أحيانا في مناطق ما عندي الورشة عندي عاملين فقط
عاملين فقط واحيانا بدون آلية يعني نحكيها بصراحة. صحيح. فنحن عندنا معاناة من ناحية عدد من ناحية عمالة عدد العاملين، عندنا مشاكل بالآليات، لذلك نحن ضمن هالإمكانيات الحقيقة عم يشتغلوا الشباب بطاقات مضاعفة. صحيح. مشان ما نظلمهم يعني. هلا في مركز جدناتا صح بيتصلوا المواطن، يمكن العناصر عددهم بين 5 أو 6 عناصر، القطاع الإلون يمتد مساحات واسعة، فأحيانا بيكونوا عم يصلحوا بمنطقة مثلا ليخلصوا ليرجعوا على منطقة تانية. ومع أنه السنة إذا لاحظتوا ما بعرف حتى المواطن يعني أنا بيخبروني المواطنين أنه الأعطال يعني عم تتجاوبوا معه بسرعة، بس للأسف هالإمكانيات البسيطة هي عم تأخرنا أحيانا شوي. صحيح. عن بعض المناطق. لا المشكلة للأسف هي معاناة كل الشركات الخدمية اللي موجودة على مستوى القطر وليس فقط المحافظة، لأنه تسرب عدد كبير من العاملين وخاصة اليد الشباب اليوم اللي موجودة. هذا موضوع فعلا عم نعاني منه، والله يحمي شبابنا يعني. نقول طيب أستاذ نزيه من بعد إذنك نرجع لموضوع مدينة جبلة وتغيير الكابلات من الهوائية للأرضية لو سمحت. مثل بحكينا بجبلة وغير جبلة نحن عنا بشكل يومي عم نعالج الموضوع حتى بشكل لحظي غير الخطة اللي حاطينها نحن. نحن بالخطة المدروسة في عنا استبدال كتير من الشبكات الهوائية بكابلات أرضية. نعم. وفي عنا نوع تاني من الكابلات بنسميه كورسيدي أو هذا الفنلندي المعزول. نعم. هذا أحيانا إذا عنا مشكلة مثلا صعبة في منطقة مثلا فيها شجر ومكتظة بالسكان. نعم. عم نحاول فورا مباشرة إذا كان فيها مشكلة الخط نبدل الشبكة الهوائية مباشرة بهالنوع من الكابلات مشان ما يتأثر بالشجر. نعم. بس مثل ما حكينا بسبب انه اطوال كبيره للشبكه الكهربائيه ممكن الامكانيات ما تساعدك ان تستبدل الكل، فنحن عم نعتمد هلا على الضروري على الاضر الى اخره يعني بالتدريج. بالنسبه لجبله فيها مشاريع كثيره، طبعا السنه نحن مركبين فيها يعني مئات المحاولات سواء بمدينه جبله او بريف جبله. مزبوط. بس ما تم حتى تبديل. المشاكل اللي كانت ببيت ياشوط وبالدالي بتذكر انا لها سنوات. صحيح. وباعتراف الاهالي هلا ما عندهم اي مشكله نهائيا لانه تغطت المنطقه كلها. صحيح. وخلال هالسنه يعني تركت يعني عندك من محور دوير بعبدي لحتى توصل على معارين هاد كلياته انتهى مشاكل. بس صحيح. نحن مثل ما عم نحكي الخطه ماشيه. طبعا شبكات مهترئه وقديمه عمرها طويل عمرها قديم، يعني انت اذا بدك تستبدلي بدك سنوات. ليش؟ تحتاجي مواد، تحتاجي ميزانيه. صحيح. تحتاجي يعني يعني ابسط انواع المواد او العده مثلا، لذلك هذا الموضوع ما بينحل بيوم بيومين او بشهر بشهرين. بس نحن المشاريع اللي اشتغلناها خلال هالسنه تقريبا يعني غطت يعني مساحات منيحه، ونحن مستمرين بشكل دائم. بس هذا الموضوع اللي بينتهي قلنا لبسنة ولبسنة اكيد. هذا الكلام استاذ نزيه يعني يعطيكم العافية، نحن ما رح نبطل شغلكم اكيد، بس اليوم في مشاكل فعلا بتكون جسيمة في بعض المناطق. يعني اليوم انا عم بذكر لك جبيبات الغربية وخصصتها بالذكر، نحن بنعرف انه اقدم شبكة في مدينة جبلة وكانت مذكورة وملحوظة باكثر من دراسة لمديرية المديرية العامة لشبكة الكهرباء وعلى اساس انه ينفذوها ولهلا ما تم تنفيذها. يعني بس نحن كنا بنسأل انه ب 2019 ملحوظة هذا الموضوع ولا لا؟ احنا تأكدنا حتى انه فعلا هي اقدم شبكة. يعني كان الأستاذ صالح بتوقع اسمه وبعدين انتقل عين الشرقية وإجا مدير. صحيح. جديد. صح. يعني نحن بنعرف أنه هاي الشبكة هي أقدم شبكة ولحد الآن ما تم العمل فيها أبدا. يعني اشتغلتوا بالريف يعطيكم العافية فعلا، بس مدينة جبلة لسه ما بيّن فيها شي غير تركيب مولدات. صح مزبوط الحكي. محولات عفوا. هلأ مثل ما حكينا في عنا عدة مجموعة من المشاريع بجبلة. نعم. مد خطوط جديدة 2019 طبعا إن شاء الله، ومنهم الجبيبات الغربية إن شاء الله بده تكون بـ 2019 تكون كلها كابلات أرضية إن شاء الله يا رب. يعني هاي بنوعد فيها المواطنين، وأي مواطن مثل ما حكينا بحس إنه عنه الوضع مانو مزبوط أو ما نظامي أو في مشكلة بس يخبرنا. نحن يعني عم نتعاون مع المواطن لدرجة أحيانا المشكلة عم تكون إلى سنين بس ما بنعرف فيها طبعا. صح. مجرد ما أجى لعندي عم يعني بالإمكانيات الموجودة عم نحلو إياها فورا، طبعا هذا حقه يعني. صحيح. هذا الكلام هذا حقه ونحن واجبنا هذا طبعا. يعني احنا اكيد موجه لكم تحيه، نحن كنا موجودين معكم باكثر من موضوع وخاصه حل المشاكل، وعندي وجه له تحيه الاستاذ مروان اسكندر اللي بتوجيه من حضرتك دائما بيكون موجود بالشارع لمتابعه هذا الموضوع. بس نرجع ومناكد اليوم بالمدينه رح نشوف تقرير مع ديما عبد الكريم ونرجع نحكي. برجع وباكد لك يعني حضرتك الموضوع اللي جاوبت عليه انت مباشره من خلال تحدثك عن موضوع التبادل والمناطق الحدوديه بين الاحياء. بنشوف الناس شو حكت بمدينه العذقيه ونرجع بكفي حديثنا، بنتابع سوا.
نحكي عن تقنين الكهرباء عندكم هون. سيء جدا جدا. مشروع الريجة هو كتير صعب بالنسبة لنا، لأنه نحن موظفين بنجي من وظائفنا الساعة 2 بنكون لا مشغلين مي ولا ديني ومهات، بنجي من الدوام بتنقطع الكهرباء، بتجي الكهرباء بتنقطع المي، واقع سيء. أنا بمشروع شريطح ساكن، الكهرباء عم تجي 2 وتنقطع 3 ساعات، يبدأ الدوام الصبح يعني ما هو منتظم، بس على مرحلتين بنقطع الصبح والمساء، واحيانا بيجينا مفاجأة بعد الساعة 9. اوقات تجي بشكل مستمر واوقات متقطع، يعني 2:00 ب4، 3:00 ب3، يعني بشكل انه جاء على طول بشكل دائم لا، بس في تقطع. ضاحية بسنادة فتنقطع بشكل يعني يوميا عم تنقطع، يوم تنقطع 3:00 ب3، يوم تنقطع 4:00 ب1، يوم تنقطع 6:00 ب2، ضايعين ما بنعرف، يا ريت يحددوا مواعيد معينه مثلا، بدهم يقطعوها يقطعوها. يعني تقنين شيء مرعب وله توقيت محدد، فواتير عالي بطريقه غريبه، هذا الوضع. انا بالشاطئ بالمروج، قريه المروج قرب واحة الشام، هلا ماشي الحال، بس من فترة كان كتير صعب. مشروع بي هوني بعد الرمل، اي والله ما عم تجي، بتقطع بالتنتين ما بتجي للستة، يعني 4 ساعات والله حرام، ونحن عنا صالون يعني ما عم نشتغل شيء. هذا مشروع ازاي؟ ايه عمو، كانت 3:00 ب3 كانوا يقطعوا باستمرار، بس هلا صاروا 2 ساعة و هيك بالثمانية للعشرة، عشرة وشوي، بعدين من 2 ما يقطعوها للأربعة، بعدين من 8 المساء للعشرة بالليل. هاي رأي الناس اللي كانت بالمدينة، نحن أخذنا شريحة، يعني هاد ساكن بضحية بسنادة، هاد ساكن بمشروع الزين، بمشروع بيبا، شو بتحب تقول للناس؟ يعني ناس حكت هيك وناس حكت صح. هيك. هلا مثل ما ذكرت منذ قليل، هلا أحيانا الإنسان لما بيكون بالبيت وبيطلع وظيفته أو يرجع من وظيفته، فممكن أحيانا يرجع يطلع البيت ويرجع يشوف الكهرباء مقطوعة ويرجع تاني مرة يشوفها مقطوعة، فبيفكر انه باليوم كله ما اجت الكهرباء. يعني انا باكد 1000000% انه برنامج تقنين عم يتطبق بشكل دقيق. الفتره اللي مرت من فتره 3:00 ب3 كان هذا الوضع سيء جدا، لا انا ولا غيري ولا السيد الوزير ولا حدا بوزاره الكهرباء كان راضي بالوضع، بس هذا شيء مفروض. لذلك يعني المواطن مثل ما حكينا معه حق، المواطن بيهمه تيجي الكهرباء، بس بتمنى يفهم المواطن ويساعدنا نحن بأنه أخي هالكهرباء لما عم توصل لك يعني عم يكون في مقابلة مثلا كتير من التكاليف والعمل. نعم. يعني وزارة الكهرباء عم تشتغل ليلا نهارا بشركاتها وبمؤسساتها لتأمين المواطن، يعني ما في حدا عنا يعني بيرتاح مثلا أو بيروح أو كله عم يشتغل ليل نهار 24 ساعة لتأمين كهرباء المواطن. صحيح. في بعض الظروف قلنا احيانا بتتحكم بموضوع الكهرباء او ساعات التقنين، لذلك من هون المواطن بيشوف عنا شو انه والله نحن ما بنعرف يحددوا لنا يا اخي 4:00 ب2 ولا 3:00 ب3 ولا 4:00، ومعهم حق كمان، لانه احيانا بفتره من الفترات ما حسنا نضبط برنامج، يعني احيانا يجينا تعليمات الصبح اخي خذوا كميه، ناخذ كميه، نعمل برنامج نطبق 4:00 ب2، مباشرة بعد شي ساعتين يصير الوضع أو تنفصل شي مجموعة توليد أو خط نقل. نعم. بيؤدي هذا مباشرة لتخفيض الكمية، وبالتالي شو بده يزيد التقنين. يعني هذا الوضع فعلا ما هو مزبوط، بس يعني هذا مثل ما بيحكوا هاي يعني هاي ظروف قاهرة أو استثنائية، يعني ما سيطر على الوضع العام، ما أنا دائمة. أو في بعض الناس مثلا خاصة اللي ذكروا الأخوة المواطنين بكرسانة أو بمشكلة بهالمناطق، هلأ نحن في عنا مثل ما حكينا مشاريع كثيرة، هلأ في مشروع جديد رح ننفذه قريبا بهذيك المنطقة، خطين جدد هدول رح كثير يساعدوا بحل مشاكل الأعطال بالمنطقة. نعم. لأنه عم يتغذوا من محطة تحويل السقوبين، فالمسافة طويلة
وحمل هالخطوط الزياده، فعم يفصلوا نتيجه الحمل الزائد بصراحه يعني. ففي مشروع جديد مجرد ما نفذناه ان شاء الله خلال شهرين بيكون جاهز، الوضع راح يتغير تماما بهالمناطق كلها، وتخف الاعطال بنسبه 90% بالنسبه للمتوسط يعني، وهذا اكيد يعني. فنحن يعني عم نمشي شوي شوي يعني، نحن وصلنا لمرحله انه الحمد لله ضمن المحافظه ما في اعطال خفيفه جدا. العواصف اللي مرت كانت اختبار لنا، واكدوها المواطنين يعني انه فعلا رغم كل هالهواء اللي صار في مناطق ضلت الكهرباء مستمره. هلا نحن بس الريف الريف الحقيقه بهيك اجواء يعني نتيجه تشابك الشبكات الهوائيه مع الاشجار بده يضل يعملنا مشاكل حتى تتغير هذه، او نحسن نحن نقص شجر طبعا كمان كميه الشجر بدك تقصيها يعني كبيرة. بالملايين ما بشجره واثنين وبالف والفين، ملايين اشجار يعني. حتى لو يوافق حتى المواطن اخي منشله الشجر، بس قديش بدك تشيلي الشجر يعني، يعني على مر سنين بدها حتى تخلص. صحيح. موضوع بعدين الشجره بتشيليها السنه، او طبعا نحن ما فينا نقطعها من الجذور ممنوع يعني، بدي قلمها واحد تقليد صحيح تقليد بتقلبيه السنه الجايه بترجع نفس الشيء، بدك ترجع تتابع بشكل دائم. لذلك هذا موضوع، بس طبعا له حلول، بس من ما حكينا حلول مكلفه نحن ما فينا نشتغل غير ضمن الامكانيه الموجوده. طيب كهرباء الشوارع، بس نرجع ناكد انه انتم ما لكم علاقه فيه، وهي تتبع لمجلس مدينه اناره الشوارع. تماما تماما. هلا في مشروع مثل ما انتبهتوا بالنسبه لاناره الشوارع بالطاقه الشمسيه، حقيقة نحن بنشجع على الموضوع. نحن بالنسبة لنا الكهرباء يعني فائدته للكهرباء لشركة الكهرباء ووزارة الكهرباء، والفائدة للمواطن بتوفر عليكم بطريقة أو بأخرى. يعني عم بحكي طبعا الطاقة الشمسية بشكل عام. يعني أنا برأيي رأيي الشخصي طبعا مفروض البناء عندنا كله يكون على الطاقات الشمسية. حتى هلأ أي بناء ما يترخص إذا ما كان مترخص معه طاقة يعني شمسية. طبعا طاقة شمسية، الطاقة الشمسية بنستفيد منها بالمياه السخنة، ونحن بتعرف البيوت أغلبها بالشتوي خاصة. صحيح. المصروف وين بيصير؟ على السخانات. السخانات صحيح. على السخانات، فبيوفر بهالعملية هاي. والإنارة كمان إذا بيشتغل على الطاقة الضوئية كمان بيوفر، أولا بتوفر فاتورته للمواطن، والكهرباء بيخف من الاستهلاك يعني، كمان بتساعد الكهرباء يعني الطاقة البديلة مساعدة. طبعا نحن ما فينا نعتبرها أساسية. صحيح. الطاقة البديلة لا يمكن تكون أساسية في تغذية أي بلد من البلدان. صحيح هذا الكلام. وإنما مساعدة. أنا كتير بدي أشكرك أستاذ نزيح، يعني اليوم نحن وجودك معنا لتوضيح فكرة موضوع الكهرباء وليش هالتقنين اللي صار مفاجئ، ومعاناة الناس تكون موجودة عند حضرتك. وبالنسبة لمشكلة بكسم نتمنى فعلا يكون في حل من قبلك، ويكون في ناس موجودة هناك لمتابعة هذا الموضوع والوقوف عنده. أنا بشكرك اليوم لمجيئك اليوم لتلبية دعوتنا على برنامج ملف الناس، وإن شاء الله بالأيام القادمة بترجع الكهرباء أحسن. وأنا برجع وبأكد إنه مع هيك الكهرباء كانت أحسن من السنوات الماضية، بس نحن ما بدنا نلوم الناس. لا يعني لا أكيد أكيد. حكيت فكرة حضرتك كتير مهمة، إنه نطلع من البيت بتكون الكهرباء مقطوعة، وبنرجع بتكون فعلا يعني بيكون هذا موعد التقنية. أنا بطلع مثلا 8:30 من البيت فعلا مقطوعة، برجع تنتين مقطوعة. صح. يعني بترجع بتحس حالك أنه كل اليوم مقطوعة، أنت الكهرباء ما أجل بيحس حاله، فهذا حقه الطبيعي طبعا. يعني للساعة 4 هيك لحتى ناخد نفس أنه شفنا الكهرباء. بس بدي أرجع أكد شغلة أخيرة بعد إذنك. فضل. يعني مثل ما حكينا المواطن ما يستغرب اللي فترة التقنين اللي صارت، والبعض الأخوة اللي حكوا أنه ليش ما بتصير مثلا الصيانات لمجموعات، هي هيك عم يصير طبعا. أكيد هي عنات بنوجه له تحية لزياد. طبعا أنا بقول له أنه أكيد أكيد البرنامج ما بيفصلوا المجموعات توليد دفعة واحدة، مستحيل يعني. أنا ما فيني أفصل، بفصل بها المحطة مجموعتين، بعدين بفصل محطة تانية مجموعة، فهي مشان إجراء الصيانة، والصيانة ضرورية جدا. هالصيانة اللي صارت هي اللي حسنت الوضع الكهربائي بهالفترة، وراح إن شاء الله يكون أحسن لسه بالفترة القادمة إن شاء الله. أكيد نتمنى هذا الموضوع، خاصة بالمشاريع الجديدة اللي هلأ بدأت تنفذ إن شاء الله. إن شاء الله. اللي وقع السيد الوزير، ما رح ننسى أنه أنتم ركبتوا عدد كتير كبير يعني. نعم أنتم كتير ركبتوا اليوم عدد من المحولات الموجودة ضمن مدينة اللاذقية. هذا موضوع كمان كتير مهم، وعدد ما فينا نستقل فيه، مما ريح الناس أكثر بالنسبة لهذا الموضوع. صح. أنا كتير بدي أشكرك لوجودك معنا لليوم، وإن شاء الله موفقين بعملكم القادم. شكرا لك. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. الشكر موصل لكم مشاهدينا، ان شاء الله يا رب نكون قدمنا لكم شويه توضيح بالنسبه لهذا الموضوع. حلقتنا القادمه ان شاء الله راح تكون مع ملف جديد ومع ضيف جديد. الى اللقاء.